اتفرج المواطن احتج احتج وبركة ما تتفرج أيها الواقفون وكلكم محمولون وكلكم محمولون أيها الجالسون وكلكم معنيون أيها المسؤولون وفي الحق القانون أيها المسؤولون وفي الحق القانون أيها المسؤولون وفي الحق القانون صامدون صامدون. هاد الوقفة هادي كتجي عبر سلسلة ديال الوقفات الاحتجاجية اللي حركها هاد التفقير والتجويع والتهميش اللي كنعانوا منه كمدينة في آسفي واللي كنعانوا منه كشعب في الدولة المخزنية. المهم هادي كتجي في سلسلة ديال النضالات اللي المناضلين ديال آسفي ولهاد الناس هادو اللي كيجوا اللي حركهم الجوع والاقصاء والتهميش. هاد المدينه هادي ما فيها حتى شي حاجه اللي يمكن ان بنادم تقدر ما فيهاش شي حاجه ديال العيش الكريم، لا خدمه لا صحه لا تعليم. والجواب على هادشي هو قوارب الموت اللي كنشوفوها حنا ديما من هاد المدينه هادي اللي احسن الشبان ديولها وعلى السبب ديالها اللي كيمشيو يحرقوا مساكن واللي كيموتوا. وعلى الصعيد الوطني ان كنشوفوا ديك الكارثه اللي وقعت هاد الايامات ديال اللي في هاد الكارثه اللي كانت وقعت نيتنا في ديال توازان، ان مشات منها واحد الضحايا ديال هاد الشعب هذا اللي كيعاني من الويلات ديال البطاله وديال التفقير وديال التهميش كيف كنقول ديما ولا كيف كنقول. وحنا دابا ماشي خرجنا على التهميش ولا هذا، خفنا شي نهار نقارضوا حنايا، حنا شي نهار غادي نقارضوا، شي نهار غادي نقارضوا حنا كشعب. اللي مشي الا ما مشيناش حتى كناش كتله وحده كمدينه ولا كاحياء ولا كشعب، حنا هاد الناس هادو يقدروا اننا حنا صافي، حنا راه وصلنا للدرجه ديال الصفر في المعيشه، حنا ما بقيناش قادينا نعيشوا، حنا الشهر ما كنكملوش. اغلبيه ديال الناس ولات حتى في القروض، الناس ولات كتشد قروض وكتمشي للحبس. انا ما داكشي اللي غنقول ماشي شي حاجه جديده، ما غنقول حتى شي حاجه جديده، هادشي كنعرفوا كلنا. اذا حنا عندنا الرد الوحيد اللي عندنا حنا هو هذا الرد الطبيعي ديال اننا حنا كنخرجوا نحتجوا بطرق اللي هي سلميه واللي هي حضاريه. السلام عليكم. خويا هاد الوقفه هادي كتجي هي احتجاجا على غلاء المعيشه واستمراريه في نضالات الجماهير المسفيويه ضد هذا الهجوم اللي كيتعرض ليه المواطن المغربي في ظل هاد الاوضاع اللي كاينه اليوم، وهاد التهديدات ديال العطش وديال المجاعه. كنلقاو بان الحكومه ما كتفكر الا في الزيادات كحل هاد الازمه هادي. من هنا كتجي هاد الوقفه الاحتجاجيه اللي كندو فيها بالاوضاع الاقتصاديه والاجتماعيه والسياسيه اللي وصلت ليها هاد المدينه ديال اسفي. وهاد الوقفه هذه هي امتداد ديال واحد المجموعه ديال الوقفات اللي دارتها الجماهير الشعبيه في مدينه اسفي، رفضا لقرار الزاميه الجواز ديال التلقيح وفر التلقيح، وتنديدا بالوضع المعيشي المزري اللي وصلنا ليه، ضرب القدره الشرائيه ديال المواطنين، تسريحات المواطنين، زيادات لا قانونيه ناهيكه على الهجوم على الحريات العامه. ومن هنا كنعلن التضامن ديالي وديالنا كاملين مع هذوك العيالات العاملات المطرودات من الفابريكه اللي فرقوا لهم الاعتصام ديالهم بالعنف في جنح الظلام. كنضامنوا كذلك مع ضحايا الحروب اللي كاينه، وكندينوا هذه الحروب ومن يشعل فاتله في هذا، وكنديروا كل هجوم كتعرض ليه الانسانيه فيما حلت وارتحلت. وتحيه نضاليه للمواقع الحره وتحيه للجماهير الشعبيه. سبب خروجنا اليوم جئنا لاننا كما يعلم الجميع، وحنا اصلا مازال الاحتقان
موجود يعني دائما مع عمر الاحتقان تحيد يعني. وجات الذكرى ديال إحياء حركة 20 فبراير الأسبوع اللي فات، وخرجوا جمعيات حقوقية تتبنى المجال الحقوقي، وأيضا نقابيين وجمعويين إلى آخره، وخرجوا باللافتات، وكنا نحن كأبناء الشعب وبنات الشعب ضد أننا نخرجوا نمثلوا شي حزب ما أو جمعية حقوقية ما. لا غادي نهبطوا للشارع، نهبطوا كولاد الشعب. وهذا هو اللي خلانا اليوم نتساءل. احنا جينا اليوم كنتواجدونا بساحة مولاي يوسف بمدينة آسفي، نفس الكم اللي كان الأسبوع اللي فات، ماشي هو الكم اللي كاين دابا، مع أنهم وعدونا أنهم غادي يكون هناك استمرارية، لأن احنا مازال الاحتقان مازال يتولد، مازال متزايد، مازال غادي في الوتيرة ديالو، يعني ما تحبش. باقي عندنا الغلاء، باقي كنعانيو من إجبارية التلقيح، باقي كنعانيو من عدة سياسات وخروقات كتجي من الحكومة اللي أنا كنعتبرها محكومة، ما كنعتبرهاش حكومة إنما محكومة. ألوغ اليوم كنجيو كنتفاجئوا كمواطنين ومواطنات، خرجنا نحتجوا على حقنا في العيش الكريم، وباننا ينزلوا علينا ويسقطوا علينا الاسقاط ديال هذا القرار، اسقاط القرار ديال الزياده في الاسعار اللي كنت تعتبر مواد اساسيه على المواطن البسيط، المواطن الغلبان المسكين ما عندوش. ربما راه كتعرفوا مدينه اسفي تعاني من الهشاشه، من البطاله، راه ما عندهاش قوت، راه كاين الناس اللي ما عندهمش قوته يوميهم، يعني كاين الناس هنا كتعاني من هشاشه، من واحد الاقصاء اللي هو فظيع وفظيع جدا. حتى ابناء المدينه راه ما كيشتغلوش وما عندهمش قوته يوميهم، وما عندهمش مأوى، ما عندهمش خدمات لا صحيه لا كيف ما كنقولوا طبيه، ما خدامين ما ردامين، يعني كيتواجدوا غير بالريوس ديال الدرب. الوغ الناس هنايا كتعاني الويلات، في حين كنشوفوا ناس يمثلون المجال الحقوقي وراه من العيب والعار، والمجال السياسي، وكتجوا كتركبوا على الموجه وكتزيدوا في حالاتكم، وما كتكونش هناك استمراريه ضد هذا الغلاء وضد هذه السياسات المتراكمه على ولاد الشعب وبنات الشعب وعلى الضعفاء والمساكين اللي مساكن ما لاقينش لا خدمه لا صحه لا تعليم لا يديك لا يخليك. واليوم كنشوفوا واحد الاحتقان طالع بواحد الوتيره اللي الفظيعه وفظيعه جدا، ما عرفناش السبب من جاي، واش من الاملاءات ديال البنك الدولي؟ احنا ما سوقناش، احنا مواطنين غلابه مساكين ما عندناش، كيفاش انا اليوم كتزيد عليا في القدره الشرائيه؟ واللي هما مواد اساسيه يعني الدقيق السكر الزيت بزاف الاشياء، وانا ما عنديش ديك الخدمه ديك التاليه، وخصوصا كتعرفوا المدينه ديال اسفي مناش كتعاني، راه عندنا معمل الطاقه الحراريه، عندنا الفوسفات، عندنا شله معامل ديال الفابريكات، وعندنا الميناء اللي هو المرصى ديال اسفي، والشباب ما خدامش. الوغ الشباب ما خدامش، اذا هاد الشباب فين كتقولوا لي؟ واش كتقولوا لي ديروا قنبه وسير انتحر؟ كنقول له دير قنبه وشنق راسك، انا ما سوقيش، انا كسياسي ما سوقيش فيك، انا المهم نهبط عليك القرارات، راه لا يعقل ذلك. ولهذا نتواجد اليوم بساحه مولاي يوسف دائما في خيانه الاحزاب، وفي خيانه العقوقيين اللي كنسميهم انا ماشي حقوقيين، مع احترامي لواحد الفئه اللي محتارم المجال الحقوقي واللي محتارم المجال السياسي. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.